أجواء من التفاؤل بخارطة عمل لموسم كروي سيكون منتظرا لعشاق القلعة الصفراء فريق القادسية، فالتجهيزات والترتيبات من صفقات تصدرها جلب المدرب الأسباني بابلو ليقود الأصفر الموسم المقبل، وعينه على المنافسة بقوة على البطولات، إلى جانب تطعيم الفريق بصفقات من اللاعبين شملت اللاعب مشعل فواز القادم من فريق النصر، إلى جانب اللاعب الدولي السوري أحمد الأحمد المعروف بعليش والغاني فينسيت أتينغا، وعودة الغاني الآخر رشيد سوماليا إلى صفوف الفريق، إلى جانب محترف برازيلي جديد رونيريو. سعيد جدا بتواجدي مع فريق القادسية، وسأعمل بجد للمنافسة على البطولات، فالقادسية يملك رصيد كبير من الإنجازات. كان الفكر وكان التوجه أن نبي مدرب شاب ما هو كبير بالعمر، أن مدرب عنده طموح ويبي يترك بصمة في المكان اللي بيعمل فيه. طبعا مستر بابلو يمتلك خبرة وتجربة في الليغا، سبق له ان درب في نادي ختافي، وسبق له ان انضم ايضا للاستاف العامل في نادي ريال مدريد. تطلعات كبيرة يبنيها نادي القادسية على الموسم القادم بتطعيم الفريق وتجهيزه بشكل جيد، هذا وسيكون معسكر خارجي للقادسية في النمسا في منتصف أغسطس تحضيرا لبطولات الموسم المقبل. بأمانة يسعدني أن أنا أكون من ضمن الاستاف اللي يعمل مع نادي القادسية، يبقى شرف لي أن أنا أمثل النادي في جهة من جهاته. وطبعا لا ننسى نشكر اخواننا اللي سبقونا فيه اللي هو كابتن نواف المطيري وعبد الله الحقان بطيبه. قامت النادي مثل نادي القادسيه كبير، يحتاج جهد اكثر من اللي قدمته، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الجماهير ومجلس الاداره. إذن القادسية بمدرسة أسبانية سيخوض غمار المنافسة على البطولات الكروية بالموسم المقبل وسط تفاؤل كبير وطموحات عالية بالجهازين الفني والإداري لكتيبة بني قادس. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.